أهلا بكم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن حقيقة الإغريق ديموغرافيا، من هم، من أين جاءوا. بالنسبة لما دعي باللغة اليونانية، فمن الطبيعي أنه بسبب هجرة سكان الشرق العرب والسوريون إلى اليونان، فإنه ستظهر هناك لهجات مختلفة بسبب اختلاف اللهجات العربية في الموطن الأصلي. وهذا فعلا ما حصل، فتعددت اللهجات اليونانية، لكن لهجة أتيكا هي التي طغت، لأن أثينا كانت أم الثقافة في اليونان. اللهجات العربية سقطت حروفها الحلقية مع الزمن بسبب الابتعاد عن الموطن الأم وبسبب الاختلاط بالأقوام الأخرى، واللسان الغربي لا يلفظ الحروف الحلقية، فتشوهت الكلمات ونشأت اليونانية القديمة التي تختلف كثيرا عن اليونانية الحديثة. كان اليونان يسمون الحروف الهجائية بنفس الأسماء السورية التي نقلها الفينيقيون، ألفا، بيتا، جاما، دلتا. كما جاء إلى أوروبا مع هذه الحروف القلم والحبر والورق، واسمه الشرقي بابيرو، والتي صارت بيبر وبالفرنسية بابيي. الفاء تصبح بي، لأن أبناء الشمال الأوروبي البارد حولوا أحيانا الفاء إلى بي والباء إلى في، فالبابيرو هي ففرويو السريانية وتعني ورق البردي، ورق قرطاسية. كان السوريون يضيفون حرف السين للقداسة، والسين هو نور القمر المقدس، فعندما يضيفون حرف السين لاسم ما، هذا يعني أنه ملك أو رب أي سيد، ومنها جاءت سان وسانتا أي قديس. لكن اليونان جعلوا هذا الحرف في أواخر كل الكلمات التي دعيت يونانية، فهومير صار هوميروس، وزيو زيوس، وهكذا. هذا في مرحلة متأخرة من تاريخ اليونان، لكن المراحل الأولى بقيت محتفظة بصيغتها، فأثينا على سبيل المثال تعني العظيمة من أثة العربية وتعني كثير، عظيم. وصيغة الياء والنون معروفة في سوريا كعفرين وماردين وسلقين. أتيكا هي الأرض العتيقة البالية. أسماء الآلهة مثلا ديمترا هي المطيرة، والدي هي أداة تعريف سريانية، وميتيرا هي مطيرة وهي ربة المحاصيل التي تمنح لهم الزرع، هي كناية عن الغيوم الماطرة، والعرب يختزلونها إلى ديما، والديما هي الغيمة الماطرة. أفروديت، يقول بريستيد أنها عشتار التي غادرت سوريا مارة لقبرص. أدونيس هو أدون وتعني السيد المخصب من عدن وجنات عدن، وهو عدنان بالعربية. قدميو تعني بالسريانية مقدم، رئيس كبير، كبير القوم، صار قدموس. أبولو تعني أبو اليوها، واليوها بالسريانية الشمس، وهو الإله الشمس لدى اليونان. إذن كل أرباب اليونان ومدنهم هي أسماء إما عربية سريانية أو عربية فصحى. يقول غريغوريوس الملطي أو ابن العبري أن أبوقراط الطبيب الشهير صاحب قسم أبوقراط الذي يقسمه الأطباء حتى اليوم في كل أنحاء العالم سوري، كان يسكن في حمص ويتردد إلى دمشق. كان الوزن عندهم بالمنة البابلي، أما النقود فهي دراخمة وهي الدرهم العربي، وأصلها دريكة بالسريانية وتعني درهم، نصف دينار، وباللهجة الكنعانية تصبح دركم بإضافة الميم بدل النون، فدراكما صارت دراخمة باليونانية، لأن الكنعانيين يلفظون الكاف خاء. كانوا يعتمدون على القروض، وهي عادة مكتسبة من الشرق كما قال بريستيد، أي أن البنوك أصلها سوري، والبنك كلمة سريانية عربية تعني بنك، أصل، مكن، ثبت، أي أن البنوك كانت تحتفظ بأصول المال وتمكن من تكثيره واستثماره. أعظم شعرائهم كان بندر الطيبي من طيبة التي بناها قدموس السوري، وصافو أو صفاء. أما سقراط فتعلم فن البلاغة من السورية سباسيا التي جعلت من صالته منتدى أشبه بالندوات الفرنسية في عهد الاستنارة، تناقش فيه الفنون والعلوم والآداب والفلسفة وشؤون الحكم والسياسة، وكان سقراط يدهش منها ويعزو إليها فضل إنشاء خطبة بيركليس بعد الخسائر الأولى في حرب البيلوبونيز. وأصبحت سباسيا ملكة أثينا الغير متوجة، وهي جاءت من ملطيا في سوريا غرب ديار بكر، وافتتحت في أثينا مدرسة للبلاغة والفلسفة، وكانت تشجع على خروج النساء من العزلة وتربيتهن تربية عالية. نساء أثينا كنا يضارعن في الجمال أخواتهن من نساء الشرق الأدنى، وكنا يصبغن شعرهن بالبلند، وهو نبات يعطي اللون الأشقر، ومن البلند جاءت كلمة بلوند أشقر، وتضعن العطور والمكياج وكريمات العناية، وكان الرجال يشذبون شواربهم ولحاهم بالشفرات، وكانوا يستخدمون الصوابين، وكان أغنياء اليونان يلبسون أفخر الملابس الشرقية، وكانت بيوتهم الراقية منها تشتمل على حمام مبلط.
بعض العادات العربية وجدت طريقها مع العرب إلى اليونان، فكان اختلاطهم بالغرباء يحتم على النساء الانعزال في قسم الحريم، وكانوا يأكلون الثريد ويصفون لونهم بالحمطاوية، وكانت العروس تلبس الثوب الأبيض في زفافها. وبعد الحروب وفناء الكثير من الرجال، كان القانون يسمح بالزواج من أكثر من زوجة. وبشكل عام كانت الشريعة الأثينية ذكورية، وهذا تراجع عن وضع المرأة المتطور في مصر وكريت واليونان في عصر هوميروس. إذن التعامل مع المرأة كان يختلف بحسب طبيعة المهاجرين، فمن قدم من بيئة مغلقة بعاداتها منغلقة بعاداتها وتقاليدها بقي منغلقا، ومن قدم من بيئة منفتحة متطورة بقي منفتحا، وهذا أمر طبيعي جدا. لكن بالمقابل كان الأثيني يحب زوجته ولم يكن يخفي هذا الحب، وفي دواوين الشعر اليونانية كثير من الشعر الغزلي. نمط البيت اليوناني هو نسخة طبق الأصل عن أي بيت عربي في دمشق القديمة اليوم، وهو النمط الذي وجد في بابل أيضا. كان لبابه مطرقة تخرج من فم أسد، والمدخل يؤدي إلى فناء مكشوف في وسطه حوض، أرضه مرصوفة بالفسيفساء، وكل أبواب الحجرات تفتح على هذا البهو. وإن رصف الأرض بالحصى الصغيرة والحجارة المتساوية كانت عادة أهل الشرق الأدنى من أقدم الأزمان، وأحيانا يغطونها بالحصير والبسط، وكانوا يزينون منازلهم بالأعمدة ويزينون جدرانها بقطع من الرخام عليها صور ملونة أو قماش مزركش، ويزينون سقوفها بنقوش على الطراز العربي. إذن هذا الطراز هو طراز عربي قديم، والفسيفساء التي كلما وجدوها في بلادنا وخاصة في سوريا يصفونها فورا بأنها إغريقية. هي فن سوري قديم، وويل جورانت وغيره يؤكدون أنها جاءت من الشرق من أقدم الأزمان. أشهر أنواع الأعمدة هي ما وجد في كورنتا والأعمدة الدورية البسيطة، وأيضا للأسف كلما وجد أحدهم عمودا في مدننا السورية يشبه ذاك الموجود في اليونان قالوا أنه طراز إغريقي، مع أن إرم مشهورة بأنها ذات العماد، ومع أن كل مدننا في شرق السوري تزدهي بأعمدتها الجميلة قبل أن توجد أثينا. السوريون في كريت يصفهم المؤرخون أجمل وصف لشعب متحضر، فالرجال يضعون العمامة أو طاقية، والنساء ترتدين ما يشبه الثياب المشهورة في العصور الحديثة، وبرانيط جميلة جدا ومتنوعة، حتى أن علماء الآثار يطلقون عليهن تسمية فتيات باريس. ووجد في قصر كنوسو في كريت لوحات من العاج مقسمة إلى مربعات مرصعة بالذهب والفضة مع 72 قطعة يلعب بها، ونحن هنا أمام أول شطرنج قديم معروف في العالم. إذن لعبة الشطرنج لعبة عربية قديمة وليست وافدة. قصر كنوسو هذا بناء ضخم يرتفع 4 طوابق، فيه حجرات وملاجئ ومخازن وحمامات ومسرح. من كثرة غرفه وتقسيماته يضيع فيه الإنسان، فسموه دهليز، وكان رمزه البلطة المزدوجة، وهي الرمز القديم جدا للإنسان السوري منذ العصر الحجري. كنوسو هو من أقنو وتعني مدخل دهليز مخبأ بالسريانية. وأهم ما يثير الإعجاب هو مجموعة القساتل والمجاري لتوزيع المياه وتصريفها، بنيت بطريقة دقيقة ومحكمة بقيت حتى اليوم. أما حمام الملكة فتميز بترتيبه البديع ونقوشه الجميلة، كأننا أمام أروع وأجمل حمام عصري اليوم. كما أن أقدم المسارح للتمثيل بالعالم بنيت في كريت، نحتت مقاعد المسرح من الحجارة بشكل مدرج في الهواء الطلق، وهذا النمط من المسارح هو نمط المسرح الحجري السوري الذي أخذته روما فيما بعد، وصار يحلو للغرب أن يدعوه المسرح الروماني، ونحن ننقل عنهم سمعا وطاعة، بينما هو في الحقيقة يعود للألف الثاني قبل الميلاد، أي قبل أن توجد روما كلها. أما الموسيقى فنجد الكنارة التي رأيناها في سومر، والمزمار المزدوج أو الذي يدعى المجوز في سوريا، والبوق والطبل. الديمقراطية كثيرا ما نسمع أنها إبداع يوناني، مع أن مجالس البرلمان والشيوخ رأيناها في سومر وبابل
منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وشعلت الأولمبياد تنطلق من أثينا اعترافاً بفضلها في إبداع الألعاب الأولمبية، مع أن مسرح عمريد في طرطوس كتب عنه في جامعة السوربون بأنه أول مسرح أولمبي في العالم. ما هي قصة هذه الإبداعات التي ينسبونها لليونان؟ يحدثنا الدكتور أحمد داود. ذكرنا في حلقة سابقة كيف أن النزوح السوري الأخير إلى أثينا كان نزوحاً حضارياً بكل معنى الكلمة. من جملة هذه المظاهر المدنية أو الحضارية كان ما دعي بالديمقراطية. أمسكها الغرب كما جعل كل شيء كان ظهر بمعجزة، أمسك كلمة ديمقراطية وفبرك منها معاني لا علاقة لها بأصل الكلمة. ونحن سوف نتوقف عند هذا المفهوم الديمقراطية لكثرة ما صار يتناول بكثير من المفاهيم الخاطئة، حتى صارت كل دولة وكل حزب معارض وكل شخص يدعي التميز أنه ديمقراطي وأنه يفهم معنى الديمقراطية. لكن أقول لكم بكل صراحة، ليس في هذا العالم حتى الآن من أوضح أو شرح المعنى الحقيقي لهاتين الكلمتين. لأننا لو سألنا أي إنسان في هذا العالم من الشرق أو من الغرب ما معنى كلمة ديمقراطي، لأجاب بثقة بالغة كلمتان إغريقيتان أو يونانيتان تعنيان حكم الشعب لنفسه. كيف؟ لماذا؟ لا أحد يدري. هكذا الغرب فبرك وهكذا ادعى ثم عممها، ونحن ننقل للأسف ما يعممه هذا الغرب. وذكرنا كيف أن كل ما في أثينا هو سوري بكل ما فيها، فإذا هاتان كلمتان سوريتان سريانيتان فعلا. فهي ديموقراطيو، ديمو كلمة ديمو في السورية السريانية تعني الدم الأصل النسب الواحد زائد الشبيه المثيل زائد الشخص النفس إلى آخره، وتعني السيد أيضا. وقراطيو من الفعل السرياني قريط، ويعني كتب دون سجل قيد زائد أبدع خلق أنشأ. ومن قريط كانت القرطاس في العربية الفصحى التي تعني الصحيفة المدونة المكتوبة تحديدا. وهذه الكريت القريط هي التي ذهبت غربا وصارت كرييت بالإنجليزية، وكرييشن بمعنى خلق وخلق دون أن يعرفوا المعاني الأخرى للكلمة. وجمع ديموقراطيو بالسريانية ديمي قراطي، وتعني تحديدا الأشخاص المسجلين. أي باختصار شديد ديموقراطي تعني سجل النفوس، قيد النفوس، ولا شيء آخر، لا حكم الشعب ولا أي شيء آخر. ولذلك باعتبار أن هؤلاء الناس الذين يعتزون بأنسابهم، ولم يكن في العالم كله من يعرف النسب ويدونه ويسجله في شجرة نسب إلا العرب والسوريون منهم طبعا. لذلك حين نزوحهم كانوا كلما ولد طفل لأبوين كانوا يتقصدون أن يأتي الأبوان إلى أمام البولي أي مجلس الأمراء ويقسما أن هذا الطفل من نسب شريف وهو من أبوين ومن زواج شرعي. وصيغة القسم كانت أومينو أومينو أوفير تون حيرون، وتحديدا معناها بالسريانية أقسم، أومينو يمين التي جاءت منها يمين أي أومي أقسم مثل يمين، يمينا أو أقسم إنه طفل مبارك أو أوفير يعني مبارك من أب أو من بيت حر شريف. تون حيرون، تون تعني مخدع أيضا، وحيرون تعني الحر الشريف السيد الحسيب النسيب إلى آخره. يعني ابن حسب ونسب، ابن حسب عائلة ونسب معروفة، وليس ابن حرام كما يقال أو إلى آخره. فيدون أو يقيد، يصير هذا الطفل ضمن الناس المسجلين. لذلك يقول برينتس يرهارد برينتس أيضا، ولم هذا كله لا يلفت ولم يلفت نظر الباحثين العرب. يقول يرهارد برينتس في كتابه نشوء الحضارات القديمة، أما الانتساب إلى الديمو، إلى مسمى الديمو طبعا هي
ديمقراطي، فكان ينتقل بالوراثة، واعتبر مواطنا أتيكيا. أتيكيا هي عتيقة التي أطلق عليها السوريون اسم عتيقة بلاد اليونان. كل شخص ورد اسمه في سجلات الديمو، في سجلات الديمو أي في قيد النفوس. لهذا كان البعض يحتال إلى على هذه على هذا الطريق، على هذا الأسلوب، ويسجل مقابل رشوة، يسجل طفلا مولودا مقابل رشوة. فأحدثوا ما دعي وظيفة أخرى ببحوروقراطيو. بحوروقراطيو، بحورو من فعل بحير أي فحص، اختبر، تقصى، وقراطيو السجل أي فاحص السجل. الحي سقطت صارت بيروقراطيو، فسروها في الغرب بيرو معناها مكتب، وقراطيو سلطة أي سلطة المكتب، وهذا كلام فارغ. هذا الفاحص السجل المدقق. تحديدا مدقق السجل، فاحص السجل الذي يدقق في هذا السجل. سوف آتي بمثال. هذا المثال من تاريخنا العربي الذي عرف الديمقراطية ومؤسساتها بكل مفاهيمها. يعني كانت حرية النقاش في زمن حمورابي مثلا حينما استقرت الدولة وكانت سيدة، وحتى في زمن الآشوري، وكما يقول المؤرخون لم تكن قوة على الأرض تجرؤ على مناوئتها، كان يبقى النقاش ليس من أجل الأكثرية، من أجل أن يصبح القرار بالأكثرية، وإنما بالإجماع. أما عند وجود أي خطر فكانت توضع كل الأمور في يد الملك المركزي ليتخذ القرارات السريعة، وهذا ما دعي بقانون الطوارئ فيما بعد. وأول من طبق هذا القانون هما السوريون في مرحلة الدولة، في دولتهم التي كانت أول دولة حقيقية في التاريخ في زمنها الأكادي والبابلي والآشوري. المثال الأول يريده هنري فرانكفورت في كتابه فجر الحضارة في الشرق الأدنى، فيقول: كان للمجلس القائم على أساس المساواة سيئة هي الحرية التي تبلغ درجة غير مألوفة، فقد كان الخضوع لإرادة الأكثرية كما يعبر عنها في الاقتراع غير معروف، بل كان المجلس يستمر في المناقشة تحت إرشاد الكبار حتى يتوصل إلى الإجماع العملي. وفي حالة الطوارئ عندما تدعو الحاجة إلى قرار سريع أو عمل له خطورته كان يضع نفسه في يدي الحاكم المركزي. أي عندما تكون البلاد في خطر تحتاج إلى قرار سريع، قانون طوارئ لا نقاش. بالمناسبة كلمة انتخاب، هناك تصويت وهناك انتخاب. التصويت هي قولو، انتقلت مع السوريين إلى بلاد اليونان، قولو قولو، فصارت كول، وقولو في السريانية تعني قول، هتاف، نداء، تصويت، ضجة إلى آخره، وصارت كول بالإنجليزية C-A-L-L C-O-L-E، وبالروسية ذهبت من اليونانية غولوس بعد أن أضيفت لها الإس، غول الصوت وغول الصفات يصوت، كلها من قولو العربية السورية السريانية. أما انتخاب فهي من تيت وإليتيت أي التقط. انتخب، فإليقت هي التي صارت إلكت وإلكشن فيما بعد. في عهد الدولة العربية الإسلامية في عهد الرشيد مثلا، حينما استقرت الدولة واتسعت وكان الرشيد ينظر إلى الغيمة ويقول لها اذهبي حيث ما شئت فسيأتيني خراجك، في زمن المأمون مثلا يقول، ينقل المؤرخون ومنهم غوستاف لوبون، يقول: لقد نقل مسيو دوزي وصفا لمجلس أحد علماء الكلام العرب الذي كان يحضر ببغداد دروسا كثيرة في الفلسفة، يشترك فيها أناس من اليهود والزنادقة والمجوس والمسلمين والنصارى، فيستمع إلى كل واحد منهم باحترام عظيم، ولا يطلب منه إلا أن يستند إلى الأدلة الصادرة عن العقل لا إلى الأدلة المأخوذة من أي كتاب ديني كان. فتسامح مثل هذا هو مما لم تصل إليه أوروبا بعد كل ما قامت به في أكثر من 1000 سنة من الحروب الطاحنة وما عانته من الأحقاد المتأصلة وما منيت به من المذابح الدامية. إذن حينما ترتاح الدولة وتكون قد ثبتت أقدامها تأتي مجال للنقاش والحرية والتصويت وإلى آخره. من هذه
الإنجازات التي انتقلت مع السوريين غربا إلى بلاد اليونان وتحديدا إلى أثينا الألعاب، وما دعي بالألعاب الأولمبية. كلمة أولمبية حتى هذه اللحظة أيضا لم يتطرق إلى شرحها الصحيح أي مؤرخ أو باحث، لا في الغرب ولا في الشرق. إن كلمة أوليمبو كلمتان سريانيتان، إيل أو أل وأمبو أو أمبون. إيل أو أل تعني رب سيد، وأمبو أو أمبون كرسي عرش أي رب العرش. أوليمبو تعني رب العرش، وما في من أحد يدرك حقيقة هذه التسمية. فكان السوريون الذين انتقلوا إلى أثينا يجددون البيعة لرب العرش للحاكم كل 4 سنوات مرة، ويقيمون الألعاب والاحتفالات أو ينتخبون جديدا كل 4 سنوات مرة. فهذه الألعاب كانت تضم الجري على السباق على الأحصنة والسباق بالجري والمصارعة والمغالبة وبالسيف وبالمقلاع وبالرمي الرماح والسباحة وإلى آخره، كلها كانت ألعابا سورية. حتى أن المؤرخين ذكروا أن هذه الألعاب كانت تمارس منذ الزمن البابلي في سوريا، وانتقلت مع السوريين إلى أثينا إلى بلاد اليونان. من مفردات هذه الألعاب يقول مثلا ديوران: لم يكن يسمح لغير اليونان الأحرار، طبعا هؤلاء هم السوريون الأحرار، الشرفاء، بالاشتراك في مباريات الألعاب الأولمبية، وكان المتبارون يسمون أثليسي. أثليتي أثليتي هي من كلمة الأثل، والأثل تعني المجد والشرف في السريانية وفي الفصحى، والأثيل هو المجيد الشريف. لذلك الآن الرياضي في الإنجليزية أثلت، لاعب هذه الألعاب تماما يقال له تماماً. أثلت. لذلك حينما اقترب الفرس وكان السوريون في الشمال السوري يقومون بهذه الألعاب، يقول صرخ دارت في الموقع الذي دارت فيه صاح جندي فارسي يقول: رباه، أي صنف من البشر أولئك الأقوام الذين أتيت بنا لنقاتلهم؟ يقول لداريوس: إنهم رجال لا يقاتل بعضهم بعضا من أجل المال بل من أجل الشرف. لذلك الأثل المجد والشرف اسمه أثليتي، أي الأمجاد الشرف من أجل المجد والشرف. وكان يخضعون لجماعة تمتحن كل من يريد المشاركة في هذا في هذه الألعاب، ويسمونهم جومناستي. وجومناستي كلمتان سوريتان سريانيتان، قوم هي قوم جماعة، وناستي من الفعل نسى في القاموس السرياني وتعني امتحن اختبر جرب، ويدل على صحة هذا الذي أصبحت الآن في اللغات العالمية جمنازيوم تماما. وهي التي صارت جمناستيكا وجمنازيا. من جملة سباق هذه الألعاب كان ما يدعى اليوم بسباق الماراثون، وليس من أحد يدرك، يقولون إنه نسبة إلى سهل الماراثون في اليونان. حسنا، لماذا سمي السهل ذاك الذي كان يجري فيه هذا السباق بسهل الماراثون؟ الكلمة من الفعل السوري السرياني إرهيط، إرهيط بالهاء، إرهيط أي ركض عدا سابق جرى. وماراثون مضمار السباق مضمار عمل السوريون والعرب عموما في بلاد المهجر الإغريق بصناعة الجلد والجرار، كما كانوا من المغامرين مستثمري الذهب الذي وجد في تراقيا. ويقول كيتو أن الأيونيين أبناء يونا هم الذين بدأوا يرتادون البحار ويؤسسون المستعمرات ويرقون الفنون ويعيشون تلك الحياة الكاملة الحرة، ففيهم كان الاتصال المباشر بحضارات الشرق العريق. وهومر هوميروس كان أيونيا، هومر هو هوميروس نفسه، لهذا سماها العرب بلاد اليونان نسبة إلى يونا تحديدا، بينما بقي اسمها إغريق في الغرب غريس. بنو الميقارون أو الميقارون، وهو كلمة عربية من قرى، والقرى هو الضيف، فالميقارون هو المضافة بالعربية. أخذ الغرب معنى العناية بشكل عام وأصبحت كيرنس كير. كان النبلاء يعيشون في ممتلكاتهم في بيوت ريفية دعاها اليونان الأبراج، وهي تشبه الحصون. طبعا أبراج كلمة عربية،
ومنها جاءت كلمة برجوا وبرجوازية، وهي طبقة الأغنياء ساكني القصور البرجية. وما تزال هذه الثقافة الشعبية سائدة في أغانينا حتى اليوم، فيقول لمحبوبته مثلا: أنت برجك عالي. ماذا عن طروادة؟ يقول بريستد: في 1003 قبل الميلاد قامت قرية تدعى طروادة، يرجح أنه قام ببنائها جماعة من التجار استهوتهم التجارة بين آسيا وأوروبا. ونحو عام 1500 قبل الميلاد أصبحت طروادة الجميلة الراقية حصناً منيعاً. طبعاً من يكون هؤلاء التجار غير السوريين؟ طروادة هي تروي أو تروحو، وتعني أيل، ظبي، غزال بالسريانية، ولهذا سميت أيضاً أيلون من أيل العربية، كأن نقول أبو ظبي. والملحمة التي تتحدث عن حرب طروادة سميت إلياذة نسبة لأيل، وأضيفت إليها الألف والتاء تماما كما نقول اليوم مثلا عن أعمال الرحابنة رحبانيات، أو عن بطولات عنترة عنتريات. فأحداث مدينة أيلون أو إليون صارت إليات وإلياذة. في بلاد اليونان نشأ في إسبرطة مجتمع عسكري بكل تفاصيله، يتربى أفراده منذ صغرهم على الحرب والقتال، ويعيشون حياة الجلد والصبر، فكان هؤلاء الصبورين هم عماد القوة العسكرية لليونان. يقول الدكتور داود أن سبارتا من كلمة سبيرتا السريانية وصبر العربية، وتعني صبر احتمال. وكان من ضمن حكام سبارتا نابيس السوري. فارس ابن ملك أليون أو طروادة خطف هيلانا الجميلة زوجة ملك سبارتا، فاستنفر الأخوة الأخاء أيون للانتقام، فحاصروا طروادة 9 سنين، ثم تعبوا فصنعوا حصانا جميلا كبيرا من خشب، وأدخلوا فيه أشجع المحاربين ورحل الباقي. ظن الطرواديون أنهم نجوا من الحصار، ففتحوا أبواب المدينة وأدخلوا الحصان فرحين به، فخرج منه المحاربون ليلا وفتحوا أبواب طروادة لبقية المحاربين الإخائيين ودمروا طروادة. هذا هو حصان طروادة، وهذه هي حرب طروادة. نجا من هذه الحرب إنياس ورفاقه، وهو عنيا ويعني المعاني البائس، وهو سوري طروادي، فهرب إلى إيطاليا، وهناك أسس نسله مدينة روما، وهم المعروفون بالأتروسك. رحلة عنيا الشاقة دعيت ملحمة الإنيادة نسبة لإنياس. نستطيع القول بكل ثقة وبكل أسف أيضا أن الحرب بين الإخائيين والطرواديين هي حرب بين السوريين أو بين العرب أنفسهم، لأنهم كانوا هم ملوك التجارة الدولية وملوك المدنية والحضارة، فكانوا ينافسون بعضهم البعض على مواقع النفوذ. ويؤكد الدكتور عياد أن حضارة طروادة كانت مزيجاً من حضارة كريت ومكيني وعناصر آسيوية، يعني سوريين عرب. ويقول إن السبب الحقيقي لتلك الحرب هو النزاع على المضائق بين البحر الأسود والبحر المتوسط، وهذا صحيح، لأن طروادة حيث هضبت حصار لق اليوم، وهي واضحة أنها جاءت من كلمة حصار، تقع على مضيق الدردنيل التجاري الهام. لكن سرعان ما انتقم السوريون سكان الساحل من الإخائيين، وهجموا على اليونان بدورهم تحت اسم الدوريين، وهي من در السريانية وضرار العربية الفصحى، وتعني مقاتل محارب. فأخضعوا بلاد اليونان لسيطرتهم وفرضوا عليها جزية مهلكة، وعادت الدولة السورية بمرحلتها الآشورية لتفرض سلطتها على الطرق التجارية الدولية وتحرس حدودها، ثم الدولة العربية الكلدانية التي قامت أيضا بإعادة مجد بابل في القرن السابع قبل الميلاد على يد العظيم نبوخذنصر. لكن أصحاب الأحقاد والنزعات الهادمة للمجتمعات كانوا اتفقوا مع ملك الفرس كورش على غزو البلاد. الآشوريون كانوا يصفون سكان تلك المناطق بأنهم بدو مقلقين، يسطون أحيانا على القوافل ويكتسحون المدن ويدمرونها. بدأ كورش باكتساح الشمال السوري نحو آسيا الصغرى بتحالف مع بعض قبائل يهودية جنوب جزيرة العرب، الذين كانوا يسعون للانفصال عن سلطة بابل العربية من أجل الاستئثار بعائدات طرق التجارة بين اليمن وسوريا. فحاربهم نبوخذنصر أو الناصر وأزاحهم عن خطوط التجارة، وهذا هو ما دعي بسبي البابلي. أرادوا الانتقام من بابل فاستعانوا بأعداء خارجيين للوصول إلى غايتهم، ونجد هذا التشفي مذكورا بالتوراة. والدليل أن قورش قام بإعادة اليهود وأعاد لهم اعتبارهم. تذكر الكتب أن الحكومة الفارسية كانت تجند كل الرجال في البلاد الخاضعة لها،
ضمن حروبها، وهذا تماما ما فعله الأتراك فيما بعد فيما يعرف بالسفر برليك. زحف الجيش الفارسي المليء بالمرتزقة فقتلوا كثيرا من السكان ودمروا أراضي السوريين كما قال هيرودوت، فنزح المثقفون والنبلاء والتجار والحرفيون السوريون إلى مستعمراتهم في بلاد الإغريق، ونشأت حينها معجزة الحضارة الإغريقية في القرن الخامس قبل الميلاد. اندلعت الحرب في اليونان وأثبتت السفن السورية أنها أكثر متانة وأسرع وبحارتها أمهر مقابل السفن الفينيقية والمصرية الهشة والتي كانت مخصصة للتجارة وليس لخوض المعارك. والملفت هنا أن جماعة طيبة الفينيقيين قاتلوا إلى جانب الفرس، وهذا يدل على أن النزاع أساسه نزاع على طرق التجارة والنفوذ في البحر المتوسط. يقول المؤرخون ومنهم الدكتور لطفي عبد الوهاب يحيى أن اليونان أخذوا مبادئ الرياضيات من أبناء الرافدين، ونذكر أن الأصل الذي أخذ عنه فيثاغورس نظريته التي دعيت بمثلث فيثاغورس توصل إليه علماء الرافدين قبله بعدة آلاف من السنين، وهو موجود على لوح طيني في متحف بغداد. أما الملاحم فتفوق بها أبناء الرافدين قبل الإغريق، وكذلك تفوقوا في كتابة الأساطير. أما في المسرح فلم يكن المسرح بدعة اليونان، وإنما عرفته مصر وسوريا قبلهم. ففي سوريا كانت تقام احتفالات تدور حول أدونيس الذي أصبح ديونيسيوس عند اليونان. ويقول الدكتور محمد كامل عياد أن فيثاغورس زار جزيرة العرب وسوريا وبابل ومصر، ثم أسس مدرسة خاصة لتعليم الفلسفة والأدب والهندسة والحساب والموسيقى للبنات والشبان. ويقول الدكتور محمود السعدني أن فن صناعة الأختام والأواني الحجرية جاء مع المهاجرين واللاجئين الذين تركوا سوريا إلى كريت، كما نقلوا إلى اليونان فن النحت أيضا. زمن الإسكندر المقدوني والذي دعي بالزمن المتأغرق أو الهيلينستي هو زمن تحرير البلاد من الفرس في زمن داريوس الثالث. يقول بيير روسي إن الشرق قد اشترى اليونان التي لم تكن سوى مقاطعة مسخرة للرأسمال الإفريقي الآسيوي، وتبقى بسيطة وغريبة صورة الفتح التي حدثونا عنها، وهو فتح ابن فيليب الذي يتركنا مبهوتين، فلقد قالوا لنا أن الجنرال الإسكندر قد سحق بواسطة حفنة من الرجال حشود داريوس الثالث، وأنها كانت معركة أوروبا ضد آسيا. سذاجة، أخبار ملفقة، كيف لا نخجل من هذه التهاويل؟ إنها لم يكن يمثل في هذه الحرب الحضارة الهيلينية ولكن الشرعية البابلية، ولم يحتج من أجل ذلك إلا سنوات ثلاث، وإنها لمعجزة في نظرنا، ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة للشعوب الآرامية التي حيت الإسكندر ملكا له ثقافتها نفسها وديانتها نفسها ومن أرومتها ذاتها. فالإسكندر كملك آرامي يؤلف جزءا من التقاليد التاريخية العربية، ويظهر أن غالبية شراح التاريخ ينسون ذلك، وإن اسمه إسكندر هو اسم يعطى للعرب وما يزال. بعده سيطرت الأسرتان السلوقية والبطالسة. نيكاتور الذي هو سلوقوس أعاد الدولة السورية إلى سابق عهدها بتسميتها التاريخية الصريحة سوريا، وعاصمتها بابل، وكان قد استرجع القسم الشرقي من آسيا الصغرى إرمينيا وكابادوكيا، كما استرجع القسم الغربي منها فريجيا، وكلها تقع في تركيا اليوم. ووسع حدود مملكته السورية فشملت فارس حتى نهر جيحون في الشمال والسند في الجنوب، وكانت سوريا السلوقية أعظم الممالك بعد الإسكندر في قوتها واتساعها.
كما عبر الدردنيل لسيطر على مقدونيا واليونان، وكان عليه حماية خطوط التجارة البرية والنهرية، وتولى بالمقابل بطليموس ولاية الإسكندرية، وألقي على عاتقه حماية خطوط التجارة البحرية للدولة. ثم نقل سيلوقوس العاصمة من بابل إلى سيلوقيا بين الجبال على الدجلة لرد هجمات برابرت آسيا. روما ميلادها ونشأتها في الحلقة القادمة، تابعونا، إلى اللقاء.